يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة انقلان أولى. معاكم رانيا السيد من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 العيد الثقافي المصري السنوي اللي بنستناه كل سنة، عيد كل الأسر المصرية، عيد الكتاب، عيد القراء، عيد الناشرين، عيدنا إحنا كمان في يحكى أن اللي دايما بنكون حريصين أننا نكون معاكم فيه، ودايما بنكون حريصين اننا ننقل لكم كل فعالياته، ندواته، كل الكتاب اللي بتحبوهم وبتحبوا تقروا كتابهم، كل دار النشر اللي بتكون موجوده، كل الاسر المصريه اللي بيكون بالنسبه لها ده عيد الثقافه السنوي وعيد الثقافه المصري اللي بيتجمعوا وبيجوا يقضوا فيه يوم جميل ثقافي اجتماعي لطيف جدا. معاكم رانيا السيد واسره برنامج يحكى أن في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 وحلقات خاصة جدا على مدار أسبوعين كاملين من داخل المعرض. استنونا وبنوعدكم بحلقات خاصة جدا. بيت الخرنفش، بيت الخرنفش من الروايات اللي النهارده منوره معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 55. والحقيقه انه بيت الخرنفش هو مش بس روايه مسليه وحقيقيه وفيها قصص جميله، طبعا ليها كمان شق انساني كبير جدا، انما كمان هي حكايه الكاتبه، هي حكايه حقيقيه عاشتها الكاتبه، مرت بيها، كتبتها، نقلتها، عملتها لنا في رواية كلنا هنستمتع بيها، الكاتبة والأستاذة مها سالم صاحبة رواية بيت الخرنفش اللي مشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. شرفت. أولا ألف مبروك على وجود حضرتك السنة دي في المعرض. مرسي جدا، بشكرك. وأنا عارفة أن دي أول رواية لحضرتك تشاركي بيها في معرض الكتاب على الرغم من تاريخك الصحفي. إذا كان العسكري أو الاجتماعي. صحيح. الحمد لله، أنا فرحانة جدا وفخورة وبشكرك وسعيدة أن أول لقاء في المعرض يكون مع حضرتك. النهاردة يوم مميز جدا بالنسبة لي، لأن ظهور بيت الخرنفش اللي بيتكون من 30 حكاية حقيقية، يعني وإحنا بنقول في برنامج يحكى أن، هو ده بالضبط اللي أنا بعمله، أن أنا بحكي قصة البيت المصري والأصول المصرية وقصة الحب اللي جمعتني بشريك حياتي لمدة 25 سنة تأسس فيها البيت على القيم والأدب والاحترام والمودة والرحمة، فيها معايشة حقيقية لتفاصيل بيوت مصرية تشبه بيوت كتيرة جدا من الأسر المتوسطة. قصة شيقة جدا، والحقيقة أنه أكتر حاجة يمكن أنا بتمسني وأكيد هتمس المشاهد وأكيد هتمس القارئ اللي هيقراها، هي أن حضرتك تكتبي قصة حقيقية، قصة عشتيها بأحاسيسك، عشتيها بكل الحلو اللي فيها، عشتيها بكل المراحل الصعبة اللي مريتوا بيها أكيد في الفرح المرحلة الأخيرة. كلميني عن بيت الخرنفش، في إيه بيت الخرنفش؟ بيت الخرنفش هو بيت في مكان أثري سحري في حي الجمالية العريق. الحي اللي اتكلم عليه العظيم نجيب محفوظ، وبعد كده اللي حكى عنه يوسف القعيد والأدباء والعظماء كلهم. المكان ده حي الخرنفش، حي الجمالية في شارع المعز لدين الله الفاطمي. جميل، ده منطقة جميلة جدا، ساحرة طبعا، بتطبع على المقيمين فيها كتير من طبعها، لان انت بتشوفي ان التاريخ، انت عايشه في وسط التاريخ. أيوة. وعايشه في وسط ناس كمان عندهم اصول. أيوة. اتربينا ان احنا نحترم الكبير، نراعي الصغير، مش قيم نقولها على اطلاقها لكن نعيشها نطبقها. صحيح. بيت الخرنفش وهي دي قيمنا الانسانيه المصريه اللي تربينا عليها كلنا. هو ده بالظبط. طبعا ازاي ان احنا في البيت ده كان بيت جدتي اصيله وجدتي لامي، وازاي ان هو كان بيستقبل ضيوفنا من المحافظات المختلفه، من محافظتنا الاصليه من منوفيه او من اسكندريه. أيوة. او من اي حد بيجي يزور رحاب سيدنا الحسين والجو المتصوف الجميل اللي احنا فيه. طبعا حاسين ان احنا مكان اتولد وتربى وعاش فيه عظماء زي الرئيس جمال عبد الناصر، زي الفنان نجيب حاني، زي الفنان محمد عبد الوهاب. فاذا احنا حاسين طول الوقت ان احنا في مكان مميز جدا، وانطبع علينا هذا الاثر الثقافي والحياتي منذ نعومة اظافرنا لغايه ما بدات اقابل بقى شريك حياتي وانا في عمر ال 17 سنه، وكان منتقل جديد للحي. أيه. ضابط حديث التخرج،
وبدات بقى من هنا المعرفه اللي احنا اللي انا سردتها بتفصيلها، لان فيها قيم بتقول ان الحب الحقيقي موجود صحيح، وان العشره الطيبه حقيقيه، وان صحيح. احنا مش محتاجين لألف ناقه حمراء في علشان المهر، ولا نموت الاشكيف علشان يبقى رجل عظيم. هو رجل عظيم لما يحمي اسرته، لما يبقى قوته ليهم لما يحن عليها، لما يحتويها، لما يعني يكون الاب والاخ والسند هو ده والظهر. هو ده بالظبط. وعلى فكره الانسان المحترم العظيم بيبقى مش بس اللي زوجته، بيبقى كده احسن ابن، بيبقى احسن صحيح. اخ احسن صحيح. صديق صحيح. فإيهاب كده إيهاب عظيم في كل مكان، الله يرحمه. الله واذا كنا هنتكلم عنه كمان، اسمحي لي اتكلم عن حضرتك، اتكلم عن اخلاصك، اتكلم عن امتنانك للشكل ده من العلاقه، او للعلاقه اللي حضرتك دايما فخوره بيها جدا. احب اعرف بس سؤال كده انساني، وهو البني ادم لما بيكتب عن حاجه حاسسها او عن حاجه مر بيها، احيانا تألمه، احيانا تفكره، احيانا تريحه، اي شعور حسيتي بيه وسط كل دول؟ حضرتك وصفتي بالظبط، لان وجمعني كل هذه الاحاسيس. لان انا بدات في البدايه على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من الثيرابي، نوع ان انا عايزه اتكلم، عايزه اطلعي كل اللي جواكي، عايزه اطلع المشاعر، وعايزه اسيب اثر طيب ان احنا ندعي له، ادعو الناس ان احنا دايما يقولوا رحمه الله عليه العظيم ده. هو احنا في ناس بالشكل ده، يبقى صحيح. هو الاقرب للعساكر زي ما هو الاقرب للقائد، صحيح. هو يبقى المفضل عند والدته ويساعدها ان هو المفضل، ان هو علاقته بحماه اللي هو والدي، وازاي ان هو بابايا كان بيفضله زي ابنه الكبير. أيوة. وعلى العكس ينحاز له. أيوة. ازاي ان هو علاقته باخواته وهو أيوة. الاوسط. فكل ده فكانت المشاعر الفخر والعزه ان انا بتكلم عن حد عظيم، عايزه اسيب ارث لاولادي يعرفوا ان انا اخترت لهم زي ما انا كاتبه اب عظيم. طبعا، لان انا كان عندي وهو اختار ام عظيمه. اشكرك، ده من ذوقي، ان انا كان عندي هذا الوعي وانا بتشكل في بدايتي وخريجه. أيوة. مدرسه ترهبات، وذكرى لده ان احنا التربيه في البيت وفي المدرسه ليها اساس. أيوة. بتحط عندك قيم واسس معينه ان انت عايزه، عندي طموح اني انا اتحقق وانجح، لكن بالجهد، مش مستنيه ثروه تنزل عليا من السماء، مش مستنيه اتجوز تاجر غني، انا مستنيه ان احنا نبني نفسنا مع بعض. صحيح. ودي كانت رحلتنا، وهي دي القصه اللي موجوده في بيت الخرنفش. بالضبط. كلميني عن المعرض، كلميني عن مشاركتك في المعرض، اول سنه ليكي معرض الكتاب بروايه بتمس قلبك وبتمس حياتك وبتتكلم عنك وعن اجمل مراحل حياتك. الحقيقه كلمات تعجز عنها توصف حماسي وشعوري. أيوة. وركفتي وانا داخله. أيوة. لان لاول مره زي ما حضرتك بتقولي انا. أيوة. حكايتي مع معرض الكتاب بدات اول ذكرى ليا وانا يمكن عندي 5 سنين اتذكرها. أيوة. كانت والدتي، حتى لو والدي بابا كان مصور صحفي مشهور وبيحب طبعا مثقف وربانا على المكتبه وعالم المعرفه ومصطفى محمود ويوسف السباعي وحسنين هيكل، فانا متربيه على العظماء. أيوة. لكن الزياره للمعرض ليها سمت خاص وليها طبعًا. ابهار طبعًا. كرنفال بالنسبه لي. أيوة. كانت والدتي تاخدنا ونيجي نشتري، نمر على المعرض بكل اجنحته الدوليه والمحليه، ونشتري قصص المكتبه الخضراء ونشتري القصص الصغيره. وفاكره كويس جدا انها اشتريت لي كتب الفرنساوي عشان كنت بدرس فرنساوي بهارد كفر، حتى لو ده اعلى حاجه نقدر نجيبها على. أيوة. امكانياتنا نعمل ده، علشان هي عارفه ان العلم هو الوسيله اللي تخلينا نحسن مستوانا ونبقى ناس ناجحه في المجتمع. صحيح. ارتباطنا بالماضي هو اللي بيبني مستقبلنا، وهو اللي بيخلينا متمسكين بحاضرنا. قد ايه ارتبطتي بالماضي؟ وتنصحي كل الشباب والبنات اللي بيشوفوا حضرتك النهارده، وحضرتك نموذج مشرف كزوجه وكأم وككاتبه وطبعا يعني كمحرره عسكريه كمان، نتكلم شويه عن نصيحه حضرتك لكل بنت او لكل شاب عايزاه يرتبط بالماضي ازاي، وينفذه ازاي بالحاضر في الحاضر بتاعه، ويتعلم ايه منه للمستقبل. ميرسي جدا على السؤال العظيم ده. اشكرك يا فندم. انا عايزه، انا عندي ولادي شباب، ودايما بتعامل مع الشباب بهذه الروح الامومه. ودايما بحب جدا ان هم يكون عندهم امل، لان احنا بدانا صغيرين وما. أيوة. كانش يمكن عندنا، وعندنا الطموح، ما كانش عندنا الطريق واضح. أيوة. لكن كان عندنا دايما السعي. أيوة. فبوصيهم ان انتوا عندكم الامل، ان احنا اسعوا. صح. ممكن لو انت مش متاكد انت هتسعى عشان تاخد اي نتيجه واضحه، لكن ربنا هيديك كل الخير. أيوة. كل ما تسعى هتنجح، حتى لو انت مش متاكد اني انا ماشي في انهي مسار. صحيح. النصيحه الثانيه اللي عايزه اقولها، خليك ممتن لكل حاجه في حياتك. انا فاكره كويس جدا وانا في الحي الجماليه وانا صغيره، كنت بشوف الاحياء بقى، بزور صحباتي، اروح مصر الجديده، مدينه نصر، اروح الزمالك، اقول احياء يعني راقيه شيك كده بيبقى عندنا. فمشاعر الطفوليه الطبيعيه، مجرد ما عديت المرحله دي لقيت ان انا لازم ازداد فخرا لاني انا جذور طبعًا. مصر طبعًا. وكل واحد عنده في حكايته اشياء ملهمه. صحيح. لازم الواحد يمتن ليها. صحيح. ولازم
تبقى عندك سلام نفسي مع حقيقتك وطبيعتك وتفخر بيها، ده اللي هيديك اللي بيسميه بالاد فاليو، انت قيمتك بحقيقتك وتجربتك الخاصه اللي انت عايش بيها، وهو ده اللي بيكون وبيشكل هويتنا، هو ده اللي بيخلينا مختلفين ودايما بنفخر بيه. طبعا ده حقيقه. الحاجه طبعا الاخيره اللي انا بتمناها جدا من كل شاب ان هو يبص للمستقبل بعين يعني بعين متفائله. أيوة. لان التشاؤم يعني انا دايما عارفه ان احنا في القران وفي كل الاديان بنقول لا تحزن لا تهنوا، ربنا بيذكر الحزن بالنهي. أيوة. اوعوا تخافوا مهما كانت التحديات، خليكم متفائلين، المستقبل ملككم، واحنا عايشين في نعمه وفضل كبير ان احنا في دوله عظيمه وبدورنا عظيمه الحمد لله، وحتى لمه العيله دي كلها بركه طبعا. الصحاب الطيبين اللي انا كاتبه عنهم على فكره دي بركه صحيح. اليوم اللي بيجي علينا واحنا ربنا مدينا قدره التحمل حتى الالم دي بركه لله. وخير فدايما نبقى ممتنين لنعمه ربنا. انا سعيده جدا بلقاء حضرتك، نورتينا وشرفتينا في يحكى لنا، وان شاء الله قريب نتقابل مع حضرتك في الاستوديو. ميرسي جدا، شرف ليا، بشكر حضرتك على تشريفك معانا. ودي كانت روايه الخرنفش للكاتبه والاستاذه مها سالم. الكتاب ومبسوطة جدا اللي انا جيت اشتريت كتاب بقلم نورسين. كتاب حلو قوي من نورسين هي اللي كتباه، ومبسوطة اللي انا جيت معرض الكتاب. ولسه هنشتري كتب تانية يعني. بحب القراية جدا وهبقى مبسوطة اللي انا اجي كل مرة هنا. انا اسمي نمار واول مرة اجي هنا معرض الكتاب. انا اصلا مامتي عاملة رواية هنا، فأنا جيت أعمل ماركتينج معاها. مبسوطة جدا جدا إن أنا جيت معرض الكتاب، كان نفسي أجي من زمان. أنا اسمي فريدة وأول مرة أجي معرض الكتاب، وأنا مبسوطة جدا إن أنا جيت. أنا اسمي رقية وأنا لسه جاية معرض الكتاب النهاردة، أول مرة ليا أجي. أنا مبسوطة أوي إن أنا جيت، مامي كاتبة رواية هنا إحنا جينا نساعدها، وانا لسه مشتريتش حاجه بس انا بجد بتمنى ان انا ارجع هنا تاني. انا روحت المعرض السنه اللي فاتت ومبسوطه النهارده ان انا جيت، واختي اسنت كانت بروايه السنه دي اسمها هل تتذكرين، وانا يعني مبسوطه ان انا جيت السنه دي. اسمي تشرفي، عندي 14 سنه. دي يعني بنيجي المعرض من زمان جدا، بس انا النهارده يعني ببقى مبسوطه اكتر عشان اختي عملت روايه اسمها هل تتذكرين. واللي بيعجبني في المعرض اللي هي القصص، وبيعجبني الرسومات وبس يعني. دي تاني رواية ليا السنة دي اسمها هل تتذكرين. المراهقين بتكلم عن التوكسيك فريندشيبس وعن الصداقات اللي بتستنزف طاقتنا والناس اللي العلاقات السامة اللي في حياتنا، هي توعوية اكتر ازاي نعرف نقي اصحابنا ومنفضلش في علاقة بتستنزفنا لمجرد اننا متمسكين بالذكريات القديمة اللي هي مع الاشخاص دي، الناس اللي اتغيرت. عاجبني في المعرض الكونسبت نفسه، ان البني ادم يقدر يكتب ويقدر يوصل في دماغه للناس كلها، يقدر يعني هي فرصة لأي حد بيكتب وفي رسالة انه يقدر يوصل رسالته. لسه مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، والحقيقة ان احنا النهاردة معانا مش بس كاتب وروائي، انما كمان معانا زميل عزيز الاعلامي والمخرج والاستاذ احمد حسنين. والحقيقة انه الاستاذ احمد حسنين طبعا هو كان عمل رواية قبل كده، ولكن النسخة التانية او الطبعة التانية منها والجزء التاني من الرواية هي اللي مشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي اسرار حارس القبو. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بحضرتك، منور معرض الكتاب. ده نور. دي أول مرة تشارك في المعرض؟ لا، أنا شاركت السنة اللي فاتت بكتابين. أيوة. كانوا حارس القبو اللي هي النسخة الأولانية. النسخة الأولانية. وشاركت هنا في الدار بكتاب فارس الظلام، كانت تعتبر من الأدب اللي هو زي ألف ليلة وليلة. وأسرار حارس القبو هي الرواية اللي مشاركة السنة دي في المعرض. أسرار حارس القبو هي تعتبر مش جزء تاني، هي تعتبر تكملة لحكايات حارس القبو، لأن البطل بتاعنا بتاع الرواية هو حارس القبو،
القبو ده بيتضمن انتيكات. ايوه بس انتيكات مش عارضها للبيع. انتيكات كل انتيكه فيها بتحمل غموض او سبب في ماساه. هي روايه مرعبه تصنفها ادب رعب. إثارة أكتر من رعب. أوكي. إيه رأي حضرتك فعاليات المعرض السنة دي وإحنا لسه في بداية المعرض؟ المعرض السنة دي بيضم كمية ناشرين كتير جدا وفيها منافسة قوية، وعدد الناشرين السنة دي أزيد من عدد الناشرين السنة اللي فاتت، وده طبعا كله فايدة للقارئ ولزوار المعرض. أكيد أكيد. الكاتب والأستاذ أحمد حسنين نورتنا، والف الف مبروك على اسرار حارس القبو، وان شاء الله باذن الله تحقق نجاحات ومبيعات اكتر واكتر. شكرا ليك. ميرسي. شكرا ليك. لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال55 في يحكى أنا. خليكم معنا. ولسه مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55. والحقيقة ان احنا مش معانا بس كاتبة وروائية، انما كمان احنا معانا مؤسسة جمعية الغريمات واللي بتهتم بالعمل الانساني بشكل كبير جدا، وهي الكاتبة والاستاذة نوال مصطفى. الحقيقة الاستاذة نوال ليها اعمال كتيرة جدا من اشكال الادب المختلفة، ويمكن ابرزها رواية الزمن الاخير والحياة مرة اخرى، وصدر ليها السنة اللي فاتت اصداران مميزان جدا، وهم وكأنه حب ويا دنيا يا غرام. يا مساء الفل. مساء الورد. انا سعيدة بلقاء حضرتك على جميع المستويات، مستوى طبعا الانساني وهو طبعا تأسيس حضرتك لجمعية الغريمات، وكمان على المستوى الادبي والروائي. اولا حابة ابارك لحضرتك على مشاركتك في المعرض كمان. شكرا جزيلا. انا الحقيقة السنة دي سعيدة جدا. انا طبعا معرض الكتاب ده عيد بالنسبة لي، يعني حدث بستناه كل سنة. أكيد. لأنه عرس ثقافي مهم جدا، ولأنه كلنا بنحتفل ككتاب وكمثقفين وكقراء بإنتاج متميز جدا، إنتاج فكري. أيوة. أنا محظوظة السنة دي إن عندي عملين طالعين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أولهم يا دنيا غرامي من المؤسسة العربية الحديثة. الاسم يجنن. الاسم قريب وفي أنوسة. ربنا يخليك. أيوة. ده طبعا تجارب صحفية وإنسانية عميقة وغنية، حبيت أن أنا أحفظها في كتاب في مؤلف حتى يستفيد منها الأجيال، لأن التجارب الإنسانية أكتر حاجة ممكن الناس تتأثر بيها وتبقى ملهمة لآخرين. طبعا. فده يعني بعتبره الكتاب الأول في سلسلة إن شاء الله هتطلع تباعا، بضم فيها أهم التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي، لأن حياة صحفية هي حياة غنية جدا، هي مجموعة حيوات، لأنه الصحفي بيعيش يوم في القصور مع الملوك والرؤساء ويوم تاني في السجون زي حالاتي لما عشت كل حاجة. بتشوفي الحياة في أشكالها المختلفة وفي تنوعها، تشوفي البشر في المحنة وفي المجد وفي التألق وفي الألم. يعني الصحفي اللي بيعيش فعلا حياته الصحفية صح بتحسي أنه عايش أكتر من حياة. صحيح. الكتاب الثاني رواية وكأنه الحب. انا طبعا سعيده قوي قوي ان انا يطلع لي عملين في المعرض. اكيد ده برضو مجهود يا استاذه نوال. مجهود كبير طبعًا. جدا رهيب طبعا يعني. مجهود، لان القراء بيبقوا هم عندهم شوق ان هم يقابلوا المؤلفين اللي بيقروا طبعا طبعا، واحنا بنبقى عايزين نسمعهم ونعرف ارائهم في شغلنا. صحيح. وبنستفيد جدا من ارائهم، لان طبعًا. هي دي حاجه مكون رئيسي في انك انت تكتبي ايه وتكتبي لمين وازاي. من الشغف بتاعي ان انا بحب دايما اكتشف المواهب الشابه. ده جميل. يعني حاجه تانية بقى غير انتاجي الادبي طبعا يعني. طبعا. بالنسبه لجمعيه اطفال السجينات، ده عمري كله انا اديت وهبت جزء كبير من حياتي لقضيه انسانيه، بعتقد انها قضيه مهمه وقضيه
بتمس القلب، لانه الاطفال دول ما لهمش ذنب ان امهاتهم اتسجنوا لسبب او لاخر. صحيح. سواء كانوا مذنبات فعلا او. اسمحي لي احييكي بشكل كبير جدا وبشكل شخصي الحقيقه على اهتمامك بالشق الانساني ده بشكل كبير جدا بجد. ربنا يخليكي. انا من ضمن الابواب هنا في دنيا غرامي في فصل اسمه ان تكون انسانا. الله. ان تكون انسانا دي احلى حاجه في الدنيا. صحيح. وانا مبسوطه ان مفيش احلى من الانسانيه. انا لاني الحمد لله جهاز الجانب متعصل جوايا. فهو ده اللي بيبقى المداد للكتابه، المداد للحياه، المداد للاحساس. صحيح. والاحساس ممكن يكون بالالم احيانا وبالامل احيانا، وكلاهما جميل. صحيح. لازم نحس بالالم عشان نحس بالامل طبعا، وهما الاثنين مكملين لبعض. فانا الثلاث محاور اللي في حياتي سواء الصحف الكتابه او الصحافه او العمل الانساني، الثلاثه بيلتقوا في رافد واحد. صحيح. يعني الصحافه بتديني التعامل او الاحتكاك والاشتباك اليومي مع الحياه طبعا، وبتعرفني بانماط مختلفه من البشر وحكايات مختلفه، والكتاب ده بيضم كتير منها. والادب طبعا بيصب فيه كل المشاعر بقى اللي انا باخدها سواء من الصحافه او من العمل الانساني. العمل الانساني بقى ده هو الاحتكاك المباشر بقى، هو ده احلى حاجه. أيوة. حقيقي انا بنصح من خلال برنامج حضرتك كل الساده المشاهدين ان هم يكون في جزء من حياتهم ديديكيتد او بيدوب بحب للعمل الإنساني، أي عمل إنساني يختاروه، لأنه ده فيتامينات، ده مضاد للاكتئاب، ده حاجة جميلة جدا إنك أنت تمدي إيدك وتساعدي ناس لا يمكن كانوا هيلاقوا حد غيرك يسمعهم ولا حد غيرك يتبنى قضيتهم. صحيح. فالحمد لله. وأنا بالنسبة للسجينات بحس إنه إحنا لازم نبقى مؤمنين كلنا إن لازم ندي فرصة أخرى للحياة. مش معنى الانسان غلط سواء بقصد او بدون قصد ودفع سنين من عمره في مكان صعب جدا مهما كانت الظروف حلوه فيه او ميسره او هو في الاخر سجن. ف انتزاع الحريه ده شيء لا يمكن اي شيء في الدنيا يعوضه، فهو دفع ثمن الكلام ده. لما يخرج للحياه لازم نكون اكثر تسامحا معاها. ايوه. ولازم نديلها فرصه ثانيه للحياه من خلال ان احنا نفتح لها ابواب رزق، من خلال ان احنا نعمل لها برامج للتاهيل النفسي والتاهيل يعني للاطفال كمان. الاطفال اللي هم اتوصموا بسجن امهاتهم بنعمل لهم برامج متكامله بالفن، تاهيل نفسي بالفن. جميل. فانا سعيده طبعا ان حضرتك معايا وسعيده بالكتب بتاعتك. احنا اللي سعداء اكتر بلقائك. ويهمني اتكلم شويه عن الاغلفه الجميله الرقيقه والوان الكتب الحقيقه اللي يعني بت 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 بتدل على شياكه وانوثه وانسانيه كمان. انسانيه. انا اعتز بانني انسانه. أيوه. قبل ما اكون كاتبه طبعا وقبل ما اكون صحفيه، لان صحيح. الانسانيه شيء رائع. صحيح. وهتلاقيها دايما في ادبي وفي اعمالي الادبيه. جميل جميل. أغلفة الكتب واختياراتك ليها مين بيساعدك؟ الحقيقة أنا محظوظة، عندنا فريق فني في المؤسسة العربية الحديثة الأستاذ حسام كامل هو اللي عامل الغلاف ده، وعرض علي أكتر من شكل وأكتر من تصور، وغلبته شويتين ثلاثة بس وصلنا للتصور الجميل ده، وكنت سعيدة بيه جدا. وهو ده اللي اتنشر الكتاب. هل تحبي تصنفي كأديبة نسوية أستاذة نوال؟ لا انا لا. ما بحبش خالص التسميه. دي خالص. انا ضدها تماما لانها ضد المراه. ايوه. الناس فاكره ان دي مع المراه. انا شخصيا اعتقد ان تصنيف الادب نسوي ورجالي، او في حاجه انت بتسمعي حاجه اسمها ادب رجالي؟ لا. اشمعنى بقى عايزين يعملوا ادب نسائي؟ ايوه. لا، الادب هو الادب. أيوه. ادب تكتبه المراه. أيوه. وادب يكتبه الرجل. صحيح. والادب الواحد يعني مراه او رجل هو تعبير انساني ويعني تجسيد لمشاعر انسانيه والافكار الانسانيه مختلفه في قالب ادبي. فانا ضد خالص حكايه التصنيف. سعيده بلقائك، فخوره باعمال حضرتك الانسانيه جدا، واتمنى انه ربنا يدينا زيك كتير. شكرا. يهتموا بالاطفال السجينات ويهتموا بالغريمات ويهتموا بمشاكل الاسر المصريه الغير قادره على ان هي تكون عايشه بطريقه
مرضية، وطبعا سعيدة جدا بلقائي الشخصي بحضرتك ككاتبة. ميرسي، بشكرك وبشكر برنامج اللي أنا بعتز بيه وبعتز بالقناة الأولى، والحقيقة كلكم فريق عمل، الناس اللي فاهمين المهنة والحرفة، وأتمنى أنك تشرفيني في الاستوديو بقى. إن شاء الله ضروري. إحنا جينا لكم المعرض، المرة اللي جاية حضرتك اللي هتيجي. على عيني طبعا، إن شاء الله. حاجة تسعدني نورتينا وتشرفني. نورتينا. بكده بنكون وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا مع الاستاذه نوال مصطفى. استنونا في الفقرات اللي جايه، ولسه معاكم من فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 55. خليكم معانا في يحكى عنا. ولسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، والحقيقة ان دلوقتي هيكون لقائنا مع الأستاذ أحمد المقدم. الأستاذ أحمد المقدم هو مدير عام الشركة العربية الحديثة لسلاح التلميذ وروايات مصر للجيب، واحنا الحقيقة في جناح شكل ثقافة كتير من الأجيال وكتير من الأطفال وحتى كمان الكبار. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ومش عايز أكبر حضرتك، بس أنتوا ربيتوا أجيال. أهلا وسهلا. أهلا بيك، وسعيده جدا بلقائي بحضرتك. كلمني شويه عن الاقبال على المعرض، واحنا تحديدا لسه في بدايه فعالياته. البدايه كويسه ومشجعه جدا. ففي استعدادات، استعدادات وفي ناس بتحضر والناس طبعاً فاضيه تيجي، والجو جميل كمان، يعني الجو له تاثير لله. مهم جدا، فالحمد لله كل الامور ميسره. ان يبقى معرض ناجح والجمهور يبقى مبسوط. ويلاقي كل الحاجات اللي هو جاي علشانها. واحنا بالنسبه لنا طبعا نزلنا بسبب المعرض، نزلنا كل كتب الترم الثاني لسلاح التلميذ. حلو. في جميع المواد. حلو. انا عارف ان انتوا عاملين خصومات كمان للطلاب. طبعا بمناسبه معرض الكتاب ده شيء رائع، في خصومات وهدايا. جميل. لان احنا متعودين على قراءنا دايما لما يجوا المعرض لازم يبقوا مبسوطين. تمام. فدايما بنعمل لهم مفاجآت كل سنه. صحيح. في مفاجآت. صحيح. وهدايا بالنسبه لجمهور المعرض. صحيح. روايات الجيب طبعا تعتبر من الروايات اللي كمان طلع عليها اجيال كتيره جدا. أيوة. وهي الحقيقه الروايه الخفيفه اللطيفه السريعه اللي دايما بيكون فيها احداث شيقه، احداث مثيره، وفي نفس الوقت كده زي ما بيقولوا يعني موجوده معانا في كل حته. كلمني شويه عن فكره روايات الجيب استاذ احمد. احنا ابتدى المرحوم حمدي مصطفى مشروع القرن الثقافي. مشروع القرن الثقافي دوت في اكتر من 37 سلسله. ايوه. اللي تربى عليها بعض الاجيال اللي هم دلوقتي مؤلفين ودخلوا في مسابقه وفازوا وبقوا مؤلفين، بينزلوا في 24 مؤلف جديد. جميل. دخلوا المسابقه وفازوا والكتب بتاعتهم موجوده هنا. ايوه. لاستمراريه مشروع القرن الثقافي اللي بيتكلم في كل الثقافه. ايوه. وفي الخيال العلمي وفي الالكترونيات الجديده، والجديد بالنسبه لنا كمان ان كل الحاجات دي اتعملت مسموعه ومرئيه ومكتوبه، وعلى السوشيال ميديا فيها كل السلاسل اللي اتعملت قبل كده للدكتور نبيل، دكتور احمد خالد توفيق، الاستاذ خالد الصفتي. فلاش طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي الناس بتحبها والاطفال بيحبها. طبعا مجموعه سلاسل كامله موجوده. زائد بقى خصومات خاصه جدا بالنسبه لقراء روايات مصريه للجيب. اقبال الشباب على المعرض، اقبال البنات على المعرض، الاعمار مش هقدر اقول لحضرتك فيها، ده حضرتك سلاح التلميذ. فالاعمار دي عندك من نقول من ابتدائي لحد ثانوي. لكن بتكلم عن الشباب والبنات بشكل عام، الاقبال عامل ازاي حضرتك؟ هم اللي ما بيبقوا بيقروا معانا مبتدين معانا من اولى ابتدائي يا حبايبي، تبعوا معانا لغايه ثانوي واعدادي. أيوه. وثانوي. أيوه. وهم اتخرجوا وبيقروا روايات مصريه للجيب، يعني أيوه. هم أيوه. واتجوزوا وبيجيبوا اولادهم. أيوه. ويجيبوا المجاميع الكامله. أيوه. فاحنا القراء بتاعنا من اول ما بيبتدوا يقروا بيكملوا معاكم ومكملين معانا لغايه دلوقتي، حتى حضرتك بعد ما يتخرجوا. ايوه. ويتجوزوا، كل واحد جايب مراته وكل واولاده جايبه اولادها. لذيذ. وبييجوا ياخدوا سلاسل كامله من الاول للاخر لاولادهم. حلو. يعني هم عندهم السلاسل القديمه اتعملت مجلدات، بعد كده اتعملت. أيوه. كراتين. ايوه. كله جاي لازم يبقى اولاده عنده نفس الحاجات اللي هو قراها وعايز ولاده يقراها من فتره سابقه. جميل. جميل. وعايز ولاده برضو يقروا كل قصص الاطفال بتاعتنا موجوده. جميل. يعني في سلاسل كتيره جدا للاطفال موجوده، وفي جميل. ده جديد كمان. جميل. ده كل ده مشروع القرن الثقافي. انا بشكر حضرتك ونورتنا، وسعيده جدا بلقائي بحضرتك في المعرض. ميرسي يا استاذ احمد. كل سنه وحضرتكم. شكرا. اشكرك. لسه مكملين معاكم من فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب. خليكم معانا في يحكى عنا. عاش معروفا بعشقه لتراب هذا الوطن، وكان هدفه الأول الكشف عن كنوزه وآثاره المخفية،
إنه العالم الأثري الكبير الدكتور سليم حسن الذي وقع عليه الاختيار من جانب اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 ليكون شخصية المعرض لهذا العام. يعد الدكتور سليم حسن أحد أهم أعلام المصريين في علم الآثار، وقدم العديد من الدراسات الرائدة في هذا المجال، منها عمله الأبرز موسوعة مصر القديمة. لقب الدكتور سليم حسن بعميد الأثريين المصريين، وساهم بشكل كبير في ترسيخ الهوية المصرية وتعزيزها. بدأت رحلة سليم حسن مع التاريخ من قسم التاريخ الفرعوني بمدرسة المعلمين الذي أنشأها أحمد كمال باشا، ثم سافر سليم حسن إلى فرنسا لمدة 4 سنوات ونصف ليحصل على 3 دبلومات تخصصية في التاريخ الفرعوني، وفي جامعة فيينا حصل على شهادة الدكتوراه. عين سليم حسن وكيلاً عاماً لمصلحة الآثار المصرية في عام 1926 ليكون بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب، ثم بدأ في عام 1929 أعمال التنقيب الأثرية في منطقة الهرم لحساب جامعة القاهرة لتكون المرة الأولى التي تقوم فيها هيئة مصرية منظمة بأعمال التنقيب بأيد مصرية، واستمر في أعمال التنقيب حتى عام 1939 واكتشف خلالها حوالي 200 مقبرة. استعانت الحكومة المصرية في عام 1954 بسليم حسن رئيساً للبعثة التي حددت مدى تأثير بناء السد العالي على آثار النوبة. وانتهت مسيرة عالم الآثار الكبير الدكتور سليم حسن بوفاته في عام 1961، لكن اكتشافاته وإنجازاته ما زالت حية، ويكفي أن على يديه أصبح علم المصريات للمصريين بعد أن كان حكراً على الأجانب فقط. ولسه مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، وطبعاً ما ينفعش نبقى موجودين في المعرض وما نقابلش الأستاذ إسلام وهبان، وهو طبعاً صاحب مكتبة وهبان اللي دايماً بنقابله من خلال زوم في الاستوديو في يحكى أنا، ودايماً بيضيف لنا معلومات جديدة وأخبار جديدة فيما يتعلق بعالم الثقافة والكتب. أهلاً بيك أستاذ إسلام. أهلاً أستاذ، مبسوطة أن أنا شفتك النهاردة أخيراً اتقابلنا. أنا أكبر. أولاً طبعاً كل سنة وحضرتك طيب. أنا عارفة أن ده بالنسبة لكم يعني موسم وعيد للثقافه، ويا رب ان شاء الله تكون فعاليات ناجحه ومؤثره في كل الشعب المصري. يعني انا بشكرك جدا وسعيد بجد باللقاء ده، وحقيقي يعني هو فعلا عيد وكرنفال ثقافي مهم جدا بنستناه من السنه لسنه. معرض القاهره الدولي للكتاب يعني مش بس اهم معرض عربي، لكن ممكن كمان يكون واحد من اكبر واهم المعارض العالمية. ده حقيقي. هو يمكن الأكثر جماهيرية على مستوى العالم فيما يتعلق بالكتاب تحديدا. خلينا نتكلم أستاذ إسلام عن الإقبال السنة دي من وجهة نظرك. طبعا إحنا لسه في البدايات، عندنا أجازة فترة طويلة، فده طبعا بيساعد كتير على أنه الأسر وكل العرب اللي موجودين في مصر يكونوا حاضرين. إيه رأيك في الإقبال لحد الوقت؟ أنا شايف أن الإقبال ممتاز جدا من أول يوم، يعني عدد الحضور أو الزحام اللي موجود على البوابات. دايما احنا بنتضايق من كلمه ازدحام، لكن لما بتبقى على بوابات معرض الكتاب بيبقى فعل حسن وبيبقى حاجه مبشره جدا، وبنفرح قوي بالزوار اللي بيبقوا متواجدين تقريبا في كل القاعات. يعني كل ما تدخل قاعه تلاقي زحام وتلاقي فيه اهتمام بالكتب والاصدارات والندوات حتى والفعاليات اللي بتقام في المعرض. اهم الاصدارات من وجهه نظرك اللي موجوده السنه دي في المعرض؟ هو في عدد كبير جدا. اكيد انا متخيله موجودة. ومش عايز انسى حد يعني، بس انا شايف اهتمام كبير جدا من دور النشر المصرية بخلق حالة من التنوع. في تنوع كبير جدا في الاصدارات، في كتابات تاريخية مهمة، في ترجمات. انا شايف السنة دي في عدد كبير من الترجمات وعن لغات مختلفة وعن يعني كتاب ودول مختلفة. دي حاجة مهمة ومبهجة جدا بالنسبة لي. كل ما بقى فيه ترجمات كتير كل ده بيبقى مهم. الاهتمام باعمال طه حسين السنه دي تحديدا من الحاجات
الجميلة جدا اللي موجودة في أكتر من دار هتلاقي اهتمام ب دكتور طه حسين. يعني انا فعلا مش عايز انسى ازدواج اكيد معينة. اكيد متخيله هم فعلا كتير هم فعلا كتير وكلهم احسن من بعض وكلهم متنوعين ولكل قارئ برضو مزاجه وحبه لنوع معين فهو اكيد بالنسبه له هو ده احسن نوع لانه هو اللي بيحب يقراه. خلينا نتكلم شويه عن شعار المعرض. الشعار السنه دي شعار قوي شعار مؤثر جدا نصنع المعرفه ونصون الكلمه. رايك ايه في الشعار؟ شعار موفق جدا وحقيقي يعني انا شايف انه يعني لوجو او يعني تعريف جميل للدوره 55 لان مصر دايما رائده في صناعه المعرفه والحفاظ على الكلمه والحفاظ على حقوق الملكيه. واعتقد ان في مؤتمر مهم من المؤتمرات اللي موجوده السنه دي ضمن فعاليات المعرض مؤتمر عن حقوق الملكيه الفكريه. ده هيبقى من الحاجات المهمه جدا. وكمان مؤتمر الذكاء الاصطناعي ده من طبعاً. المؤتمرات المميزة والجديدة والجديدة اللي موجودة في معرض الكتاب السنة دي. فلا حقيقي شعار مهم وانا يعني سعيد بيه جدا. احنا اللي سعداء بلقائك واتمنى ان احنا نتقابل اكتر ان شاء الله وتنورنا مره في البرنامج. ميرسي يا استاذ اسلام. وطبعا لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 55. خليكم معانا. لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55. والحقيقة ان احنا معانا دلوقتي دكتور اسامة عبد الرؤوف الشاذلي. دكتور اسامة هو مش بس كاتب وروائي انما كمان هو الحقيقة اعماله الادبية والروائية في طريقها لتحويلها لاعمال درامية. الحقيقة انه دكتور اسامة عنده رواية اوراق شمعون المصري ودي كمان من الروايات اللي هتتحول قريب جدا لعمل درامي شيق ان شاء الله وكمان رواية عهد دميانة. اهلا بحضرتك. اهلا يا استاذه رانيا وسعيد بوجودي في برنامج يحكى. انا احنا اللي سعداء جدا بوجودنا معاكم في معرض وكل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحة. وانا عارفه ان هو قد ايه بيكون العيد اللي كل المثقفين والكتاب والادباء والروائيين وحتى الاسر المصريه اللي اتعودت على القرايه وتعودت على حضورها المعرض دايما بتستناه. طبعا يعني معرض الكتاب من واحنا صغيرين ده حدث ثقافي بيحصل كل سنه وعيد كلنا بنستناه. ودلوقتي حتى لما كبرت وبقيت كاتب برضو أنا ما زلت بستنى معرض الكتاب من السنة للسنة. يعني فعاليات جميلة بتحصل على طبعاً. هامش المعرض إصدارات جديدة وما شاء الله أنا شايف السنة دي رغم كل شيء في إصدارات جديدة في كتاب جدد في فعاليات وندوات كثيرة جدا فسعيد جدا بالحدث ده. بتميل لنوع معين من الكتب التاريخيه حاسه ان هي من شكل الادب اللي بتحبه. كلامي مظبوط؟ يعني مظبوط طبعا. هو التاريخ بالنسبه لي شغف كبير قوي. أيوة. وربما ده منعكس على الكتابات الاصدارات اللي طلعت الثلاث اصدارات اللي طلعوا ليا كلهم بتتناول حقب تاريخيه او جوانب تاريخيه. فهو بالنسبه لي طبعا القراءه التاريخيه شيء مهم جدا. اكيد. عند حضرتك كتابين مشاركين في المعرض السنه دي. بالظبط. انا عندي كتاب اوراق شمعون المصري وده أيوة. اصدار سنه 2021. أيوة. وروايه عهد دميانه اللي صدرت السنه اللي فاتت في 2023. وعهد دميانه طبعا انا حابه ابارك لحضرتك عليه لانه قريب هنشوفه في عمل درامي ضخم ان شاء الله بإذن الله. من انتاج الشركه المتحده ان شاء الله باذن الله. هو فعلا تم توقيع تعاقد مع الشركه المتحده. مبروك. والله يبارك فيكي. وانا سعيد طبعا بالتعاقد ده. الشركه المتحده شركه كبيره جدا طبعا وعمل تاريخي كبير ضخم بهذه الصوره واحنا في احتياج لده الحقيقه. يعني انا بشوف او بتوقع انه ان شاء الله هيكون شكل انتاج مختلف هيكون عمل مختلف سياقه مختلف تقديمه اكيد هيتم بشكل مختلف جدا على مستوى الدراما. اتوقع نفس التوقع ده خصوصا وان العمل بيمس الروح المصريه جدا روح الهويه المصريه. أيوه. وبيمس قضايا وطنيه فوجود شركه وطنيه كبيره صحيح. للانتاج تتناول هذا العمل. أيوه. بالانتاج شيء ان شاء الله اتوقع له انه هيكون على مستوى عالي جدا. مبروك مقدما وان شاء الله نتقابل بعد اذاعته ونتكلم عنه ان شاء الله. نتكلم شويه عن المعرض نتكلم عن فعالياته. من وجهه نظرك ايه الجديد السنه دي اللي موجود في المعرض؟ الجديد في الحقيقه المره دي انا شايف فيه انواع كتيره قوي من الاصدارات متعدده وفي الوان مختلفه من الاصدارات. يعني كان في وقت من الاوقات كانت الاصدارات منحصره في نوع معين من الروايات. لا في دلوقتي كتب كثيره تنوع اكبر. شايف في كتب كثيره جدا بتتناول التراجم والسير الذاتيه. بشوف في كتب واعمال مترجمه كثيره.
في أكتر من عمل مترجم موجود من إصدارات السنة دي. ففي الحقيقة يعني في تنوع في أنواع الكتب، يعني مش منحصرة في عمل واحد. تحويل أعمالك لأعمال درامية وإن شاء الله سينمائية كمان يمكن، ده بيمثلك إيه ككاتب؟ ده يعني شيء مهم جدا لأي عمل أدبي أو أي كاتب يسعى طبعا أن يتم تجسيد الشخصيات اللي طبعاً هو كان بيفكر فيها وكان بيكتبها على الورق يجدها مجسدة قدامه. صحيح. فأنا في الحقيقة سعيد جدا بالخطوة دي، أتمنى إن شاء الله أوراق شمعود المصري أيضا في طريقها للإنتاج، والمتحدة إن شاء الله بإذن الله حتنتج عهد دميانة. فيعني متشوق أن أنا أشوف الشخصيات اللي عاشوا معايا لسنوات دول على الشاشة. إحنا كمان متشوقين نشوف الأعمال التاريخية اللي بتكلم عن الهوية العربية والمصرية بشكل مختلف. ميرسي. بشكرك. شكرا مرسي لحضرتك. شكرا. ولسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، خليكم معنا. مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، وعايزين نتكلم شوية عن الترجمة، وخاصة ان احنا الحقيقة السنة دي بشكل عام لقينا انه في اهتمام كبير جدا من الكتب المترجمة الأدبية اللي طبعا محققة نجاحات ومبيعات كبيرة جدا. معنا دلوقتي خميلة الجندي هتكلمنا عن الكتب المترجمة. مساء الخير يا خميلة. مساء الفل. ازاي؟ اهلا بيكي، مبروك على النجاح الجميل اللي موجود في المعرض، وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة. انتم منورين النهارده. انتم اللي منورين. احنا يعني احنا ضيوفكم. لا ازاي بقى. قولي لي، احكي لي شويه عن الكتب المترجمه، واحكي لي شويه عن فكره التوجه اللي الحقيقه احنا شايفينه من كتاب كتير ومن ادباء كتير جدا في اهتمامهم بالكتب المترجمه. هي الترجمه واخده رواج الفتره دي تحديدا. أيوة. لانه في موضوعات لطيفه قوي في كل المجالات وبكل اللغات. أيوة. موضوعات في العلوم، موضوعات في الرومانسيه، موضوعات في الافكار النون فيكشن. ففعلا في توجه كبير، خصوصا ان الكاتب لما بيتعرض لاعمال مختلفه بلغات مختلفه بيثري، اصلا بيثري افكاره وطريقته ومعارفه. فدي بتبقى خطوه كويسه جدا ليا. يعني اكتر الكتب اللي حبيتيها واللي قررتي انك تترجميها، وانت عندك طبعا مترجمات كتير، سيده انجليزيه في مصر زمان. ايوه. والغامض هنري بيك، واوراق كرومر طبعا. جميل. ايه اللي لفت انتباهك فيهم وايه اللي حببك فيهم؟ انا بحب الجانب التاريخي. وسيدة إنجليزية والغامض وكرومر بيفتحوا في فترة تاريخية مهمة في وقت آخر القرن 19 والقرن 20. والغامض هنري بيك كانت رواية فيها بلوت تويست لطيف قوي، وبيتكلم كله عن الكتب، فكانت مثيرة للاهتمام جدا. هل في أي معايير معينة تهمك ككاتبة وكمترجمة تكون موجودة في الكتاب اللي هتترجمي؟ إن اللي هيقراه ما يسيبوش من إيده، ما يزهقش، لانه مستفز فعايز يكمله، او لانه حلو قوي فبرضه عايز يكمله. اوكي. الصعوبات اللي بتواجهك كمترجمه؟ الوقت ولا اللغه احيانا؟ لا اللغه. بعض المصطلحات بقى. لا هي الوقت بيبقى ضغط شديد جدا علينا. اختلاف الثقافات ما بتكونش احيانا عائق في بعض الترجمات؟ ولا انت عشان بتترجمي تاريخي يمكن ما بتواجهكيش الحاجات دي؟ لا بيكون عائق في الروايات، لان طبعا بتبقى في معتقدات ومفاهيم كتير، وبنحاول ان احنا نوصلها باسلوب يعني منتظم ومناسب لينا. عندك مشروع جديد بتفكري فيه ليه علاقه بالترجمه؟ ان شاء الله نفس مشروع الكتابه بتاع الحلقه اللي فاتت، بس لسه ما بداتش فيه. ان شاء الله تبتدي بقى بعد المعرض. ان شاء الله تكوني خلصتي. ان شاء الله. وكل سنه وانت طيبه، ودايما بتمنى لك النجاح والتوفيق. تسلمي. ميرسي. شكرا. وصلنا معاكم لنهاية أول حلقة لينا وختام أول حلقة لينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. أتمنى أن احنا نكون قدرنا نغطي لكم فعاليات النهاردة بشكل كبير، وأهم الكتاب وأهم الناشرين اللي كانوا موجودين النهاردة. بوعدكم بحلقات خاصة جدا، هنكون معاكم في أكتر من حلقة الفترة اللي جاية في تغطيات خاصة جدا ليحكى أن ومعرض القاهرة الدولي للكتاب. كان معاكم رانيا السيد، واشكركم. سلام.